يستقبل إقليم كردستان العراق حاليا أكثر من 1,800,000 مهجر ونازح من أنحاء العراق، حسب ما كشفه وزير الداخلية في الإقليم كريم سنجاري خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للمهجرين الذي بدأ أعماله في أربيل. إنه ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد عام 2011 واجه إقليم كردستان موجة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنه فتح أبوابه للنازحين ووفر لهم الأمن والخدمات من دون تمييز. ونزح إلى الإقليم بين عامي 2003 و2011 أكثر من 600,000 شخص، بينهم 200,000 نازح مسيحي ونحو 200,000 من العرب السنة، وأكثر من 100,000 كردي و100,000 من بقية المكونات مثل الأيزيديين والتركمان. هذا وحذر وزير داخلية الإقليم من أزمة كبيرة أقرب إلى الكارثة يواجهها إقليم كردستان بسبب قطع بغداد ميزانية الإقليم وحرب داعش وانخفاض سعر النفط الذي يمثل المصدر الوحيد للدخل. واعتبر سنجاري أن الحكومة العراقية لم تقم بواجبها لدعم حكومة الإقليم والنازحين، بل تتهرب من المسؤولية وتركت إقليم كردستان لوحده في مواجهة أزمة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين. ويبقى النازحون والمهجرون في العراق يعانون من أوضاع مأساوية في ظل إهمال الجهات المعنية وضعف الدعم الحكومي لهم. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.